أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. درس الأهمية، لأنه طبعا باب من الأبواب الشرعية، ولكن وكذلك لكثرة المسائل فيه، ولكن يزداد الأمر لكثرة مخالفات الناس فيه وجهل الناس الكثير بمسائل هذا الباب، وهو أدب اللباس. اللباس أحبتي من النعم الكبرى التي امتن الله بها على عباده. وخلي بالك إن قضية اللباس دي في الإسلام، سواء للرجل أو للمرأة، من القضايا المهمة المعبرة. يعني معلش، يعني ممكن أعرف بلدك من لباسك، وده بيان لأهمية اللباس. ممكن أعرف انتمائك من لباسك، كما أنها في أحد جوانبها بترتبط بالعقيدة الإسلامية. وقد اهتم الإسلام بقضية اللباس اهتماما خاصا، وأفردت لهذه القضية ولضوابطها أبواب في الفقه الإسلامي، حيث جعل الإسلام ضوابط خاصة بلباس الرجل، وأخرى خاصة بالمرأة، وضوابط مشتركة لكليهما. واحنا بنتكلم عن فضل اللباس وادب اللباس، تاخد كده معنى ان التعري وكشف العورات ده باب سيء جدا. يكفي يا اخي ان باب لارتكاب الفواحش وكبائر المعاصي كالزنا وغيرها وما ينتج عنه من انتشار للفواحش وهدم للأسر بل للمجتمعات واختلاط الأنساب وانتشار الأمراض، لذا فقد دعا الإسلام المسلمين إلى الفضيلة، إلى العفاف، إلى ستر العورات، وحث على التزين باللباس الساتر وصون الأجساد من كل ما يؤذيها من حر أو برد. صلى على النبي. موضوع اللباس القضية بتاعته قضية قديمة، مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود الإنسان منذ النشأة وخلق الله آدم وحواء. جعل الله لهما لباسا يواري سوآتهما، وكان لباسهما من ثياب الجنة وزينتها. وقد وسوس الشيطان، خلي بالك انتبه للجزئية دي، لآدم وحواء بمخالفة كلام الله عز وجل والأكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل من ثمارها، فكانت النتيجة أن بدت عوراتهما. يبقى إظهار العورة دي عقوبة ولا مزية ومدحة؟ عقوبة. والعري ده مش تقدم والله، ده تخلف ورجعية. والله تبارك وتعالى نص فقال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك. من؟ يبقى العداوة دي من زمان أهي. فقلنا يا آدم، الله هو القائل وآدم أبو البشر، إن هذا شيطان عدو لك ولزوجك. عدو أبوك الأول، وتسمع كلامه وشوف عمل فيهم ايه. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هتسمع كلام الشيطان هتشقى. ان لك، وانت قاعد في القعدة اللي بعيد عن الشيطان، الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسوس وسوس،
عارف وسوس ليه؟ لأنه جبان ما يقدرش يواجه. وسوس لما أنت تنصت له، لما تكون مش منتبه، حتى لو ندى عليك أنا مش معاك أصلا، عمري ما هسمعك، والله لو جبت ميكروفون في أذني لن أسمعك. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، شيطان ناصح بقول له هل أدلك، طيب أنت هتدله ليه وربنا أسكنه الجنة؟ على شجرة الخلد. طب مين قالك أن أنت هتموت؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طب أنت في الجنة لوحدك واخد راحتك. خلي بالك ما تنظرش الأدم نظرة وحشة، لأن أنت بتعمل أضعاف ذلك وأنت مش واخد بالك، قاعد يوسوس وأنت قاعد منصت. وبعدين طب قول كمان، الله ده أنت كلامك حلو قوي يا شيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الكلام من اللي بيقوله وهو بيقول ايه؟ لا اللي بيقول ينفع ولا الكلام ينفع. تسمع كلامه ايها العاقل، ايها المسلم، ازاي؟ فأكلا منها فبدت، فأكل فبدت، فأكل فبدت، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. اسمع كلام الطبري في تفسيره كده، كلام كده ايه؟ كلام يسوي فلوس والله. فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها وأطاع أمر إبليس وخالف أمر ربهما فانكشفت لهما عوراتهما. طب وإيه اللي يحصل؟ هو أصلا ما فيش إلا هو وهي، اتكسفوا من بعض. أنت متخيل؟ أنت متخيل؟ اتكسفوا من بعض. وعندما ظهرت العورات شعر آدم وحواء بالخجل والحياء. بالخجل والحياء، هم فين يا جماعة؟ هم فين؟ راحوا فين؟ وأسرع بالستر والتغطية، ولذلك قال الله في سورة طه فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذه الآية تشير إلى أن الأصل في الإنسان هو الستر والحياء، وهو الأصل في الفطرة البشرية جميعها. وقد حذر الله بني آدم من فتنة الشيطان وما يفعله ويكيده من إظهار العورات، وعد التعري ونزع الثياب من فتن الشيطان وأعماله. ولذلك العصاة والمذنبين قاعد الشيطان يلعب فيهم، يلعب في شعره ويلعب في جسمه، مرة يطلعوا الحتة دي ومرة يعملوا كده ومرة يعملوا خط ولا خط بارليف ومرة يعملوا ولا قناة السويس ومرة يعملوا كده البحر الأحمر ومرة يخلوه اسود ومرة يخلوه مش عارف ايه ومرة يلونوه ومرة يطلعوه ومرة يطولوه ومرة يضفروه ومرة ينيلوه. شغال فيهم الشيطان. ده احنا لسه في الحتة اللي فوق، لسه ما نزلناش. يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. معلش ما تزعلش مني، ما هو ربنا اللي بيقوله. علامة الإيمان مخالفة الشيطان، عدم الإيمان علامته. بس هي دي اللباس، هو ما يلبس على الجسد ويستره، ده اسمه لباس. والجمع ألبسة ولبس. والله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وتيجي الوقت ولباس التقوى
ولباس التقوى في ارتباط. لباس العورة مرتبط بلباس التقوى. ما فيش لباس التقوى في إظهار للعورات. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وتطلق كلمة اللباس في اللغة يا جماعة على كل ما يغطي الإنسان عن قبيح، سواء أمر معنوي أو أمر مادي. أمر مادي محسوس، والمعنوي يعني مثلا يغطي جهله بالعلم، يغطي سوء خلقه بالسكوت، ده لباس. وقد ورد استعمال كلمة اللباس في لغة العرب على عدة معاني، منها الستر، مثل في سورة الكهف: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ومن ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. أولئك الأخيار الأبرار الأطهار لهم جنات، جنات عدن يعدن فيها الإنسان يعني يستقر ويقيم، مش هنسيبها أبدا، مش هنتعتع منها أبد الآبدين، الله يجعلنا من أهل الجنة. اصبروا شوية بس. والنعيم بقى ده: تجري من تحتهم الأنهار. النهر يا جماعة تمشيه على أي مكان، شفت كده لما موت لما تقعد تحرك حاجة وتحرك كنوة وانت قاعد كده على السرير قاعد تحرك في الجهاز، انت تحرك النهر كده، عايز تجيبه من تحت السرير يجي، عايز تمشيه في الجو يمشي. دي مش ألف ليلة وليلة ولا حكايات ولا قصص ولا خيال، ده جزء من نعيم أهل الجنة، الله يجعلنا من أهلها. تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم يحلون فيها من أساور، حتى رجالة هناك بقى الجنة في الجنة زينة. كان في درس الفجر: تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء. ولذلك كان أبو هريرة لما كده واحد شايفه يقعد يزيد الوضوء كده لغاية ما يوصل في إيده لغاية الباط، عايز يزود ويطلع كده في رجليه يمكن يصل لغاية المرفق. بتوضب حب، بتوضب مزاج، بتوضب وهو مستشعر الأجر، نسأل الله الكريم من فضله. يحلون فيها من أساور من ذهب، هناك حلال. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، حبيب عايزه غليظ موجود، عايزه خفيف موجود. متكئين فيها على الأرائك، أخضعت السرير هناك مش للنوم، مفيش نوم، النعيم دائم لدرجة انك انت مش هتنام. خلي بالك بقى، بص الجهة التانية كده: والعذاب دائم، مش هيناموا في النار، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. مين اللي هيبقى في الجنة؟ الأنبياء، الخلص، الصفوة. يا راجل ده لما الواحد بيبقى ساكن في حي وبيبقى في واحد يعني له مكانه كده، اما يجي يقول لك انا من البلد اللي فيها فلان، فما بالك بقى لما تبقى مع الانبياء والمرسلين وخير خلق الله اجمعين. اما اللباس في الاصطلاح فهو ما يواري به الانسان جسده ويستر به سوءته ويتزين ويتجمل به بين الناس مما أباحت الشريعة. دي بقى لازم تقف معاها، مما أباحت له الشريعة. لبسك مش من دماغك، مسلم تاخد الدين كله. مما أباحت له الشريعة ولم يتعارض مع آداب الإسلام وأوامره ونواهيه. وهناك أيضا بعض المصطلحات التي تشترك مع كلمة اللباس من حيث المعنى، مثل اللي ذكرت الريش،
وفياش، والأصل هو يطلق على ريش الطائر معروف. وقد استعير هذا المعنى لكل ما يستر الإنسان من ثياب أو معيشة، وهو ما وهو يطلق على اللباس أو ما يظهر من اللباس، وهي تعبير عن وسائل الزينة وأدواتها، كما في قول الله تبارك وتعالى: لباسا يواري سوءتكم وريشا. ومن قول العرب: أعطه 100 من الإبل بريشها. طبعا الإبل ما فيش فيها ريش، ولكن ده مصطلح عندهم، يعني إن الإبل باللي عليه من لباسه وغيره، ما تدهولوش عريانة كده. ويطلق على اللباس الزينة، وهي اسم أوسع من اللباس، وهي اسم جامع لكل ما يتزين به. أما عن فوائد اللباس، أول كلمة في الكتاب رقم 10 آداب اللباس، وبعدين قال: آداب اللباس. للباس فائدتان. فوائد اللباس: أول حاجة الزينة والستر، ستر العورة، كما مر معنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم إيه يتذكرون. يبقى ده أول حاجة، اللباس للزنا والستر. الأمر الثاني: الوقاية مما يضر. في البرد بنلبس تقيل، في الحر بنتخفف، بنلبس حاجات يعني تدفي في وقت معين، وحاجات يعني تساعد على اللطف في الجو في وقت معين. يبقى الوقاية مما يضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. لبس سوال بنطلون كذا وقت معين، تلاقي الواحد مثلا في الشتاء متقل، لابس حاجة دفاية ولابس فوق منها، وممكن لابس فوق منها كمان، غير في حاجة خفيفة تغطي بس كده ايه في وقت الحر. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك من حكم مشروعية اللباس لبس ما يقي الإنسان من الضرر في الحر والبرد، وذلك لحفظ النفوس وصيانة الأجسام من كل ما يؤذيها، وستر عورة الرجل والمرأة، وذلك حماية للأخلاق وحفظا للأعراض وصيانة للمجتمع من الانحلال والفساد، وتكريما للمرأة وصونا لها. أما تلاقي واحد مثلا يعني في قلة دين، قلة دين، قلة مروءة، قلة حياة، قلة رجولة، فلما يجي عاكس وتمر عليه واحدة كده مسلمة متغطية تماما يقول له: ولا اسكت، استنى ما تعدي، فعش. كذلك في اللباس إظهار نعمة الله وشكره على اللباس، وخاصة في المناسبات وفي الصلاة وفي الأعياد. كانت معاني ضاعت عند الناس الوقت من باب الحرية. كذلك في اللباس البعد عن الإسراف والخيلاء. البر، الدين، الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، انك تلبس حاجه تليق، ولا تضيع المال او انفاقه في غير وجهه الشرعي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلامه جماله وحلاوته: كلوا ما تحرمش نفسك، واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله، في غير إصراف ولا مخيل. ويجب أن يكون اللباس ساترا لعورة الرجل والمرأة، وده الأصل، الأصل أن يسترك. يا رب استرنا، يا رب، يا رب استرنا. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والصحيح أن السرة من العورة والركبة من العورة. وفي لباس بقى يليق، احنا قلنا لا يخالف العادات السوية السليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عند الترمذي: والمرأة عورة. العورة يتعمل فيها يا جماعة؟ العورة يتعمل فيها يا جماعة؟ أمال ما بتسترش علينا ليه؟ تتغطى، ما بتغطوش العورة ليه؟
وده يخليني يضطرني ان انا اقول شروط لباس المرأة المسلمة. المرأة المسلمة لها لباس. الراجل يستر نفسه. ونتكلم في مسائل كثيرة جدا، فيما يباح وفيما يكره وفيما يحرم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب مهم جدا وجميل جدا للشيخ الألباني اسمه جلباب المرأة المسلمة. كان مسميه الأول لباس المرأة المسلمة وضاف عليه شوية تعديلات وكذا. الكتاب ده أنا ملخصه تلخيص راقي جدا. وبعد ما خلصته كده قلت إيه؟ الكتاب ده والله ما يتلخص. إحنا بس يعني خالفنا الشيخ في الشرط، في جزء من الشرط الأول. ولكن الكتاب من أرقى ما يكتب. فغالبا كده لباس المرأة في 8 شروط. لباس المرأة نجمعه في 8 شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع البدن. الشيخ عليه رحمة الله قال ما عدا الوجه والكفين، والوجه والكفين مسألة خلافية. والصحيح اللي ندين الله تبارك وتعالى به إن الأولى في ستر المرأة الوجه والكفين، ولكن يبقى الخلاف موجود عشان من الأمانة يعني. فيبقى المرأة عورة نغطيها كلها، هذا أول شرط. استنى، لسه مهم جدا. ثانيا أن يكون ثخينا لا يشف ما تحت، تخين. استنى لسه رايح فين. الشرط الثالث ما يبقاش متسلفن، أن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق يجسم أعضاءها. الرابع ألا يكون زينة في نفس، هو ما يبقاش زينة يعني، هو بيشمل جسمها كله وواسع وتخين وزينة. نقول له ما ينفعش. كم شرط الوقت يا جماعة؟ 4. الأول يستر جمال البدن، يا رب استرنا يا رب. أن يكون ثخينا لا يشوف ما تحت، أن يكون واسعا فضفاضا بقاش جاية كده سلفانة، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون معطرا ولا مبخرا. يعني لو في 4 شروط وحطت برفان كده أو اتحطت بخور تبقى زنية. النبي قال كده في رواية، فهي كذا وكذا كن تانية فهي زانية. فلو طلعت للصلاة ومست بخورا أو طيبا فلترجع تروح المسجد. السادس ألا يكون لباس شهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة لسه ثم ألهب فيه نارا. مذلة ونار. الشرط السابع ألا يشبه لباس الرجال، فيحرم أن تلبس المرأة لباس الرجل ولا الرجل يلبس لباس المرأة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله، ملعون يعني مطرود من رحمة الله، المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الشرط الثامن والأخير ألا يشبه لباس الكافرات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على علي على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. فيحرم. وانا عايز اقول لك مسألة كده خدها بقى مرة واحدة كده. اختلف اهل العلم في لبس الرجل للبنطال اللي احنا بنقول عليه البنطلون.
فوضعوا له شروطا، أما المرأة لازم تلبس بنطلون تحت الجلباب تحت الهدوم، أما اللي هو ده يبقى اللباس دي هيصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات لبسة وعريانة. أدي 8 شروط للباس المرأة: يستر الجسم كله، يكون واسع، يكون تخين، ما يكونش زينة، ما يكونش في طيب، ما يكونش شهرة، ما يكونش لباس رجل، ما يكونش لباس كافرة. وخد بقى لقطة كده في الحكمة من تحريم لبس الذهب والحبيب على الرجال دون النساء. قال له: لأن لبسهم هما يلبسوه في الجنة، لكن هنا الرجال خشوشينه، خليك راجل، خليك خشن. البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني التواضع، لأن لبسهما اللي هو الذهب والحرير يورث الفخر والعجب، ولأنهما من مظاهر الطرف والإسراف للذكور. الجهة الثانية عنوان لزينة المرأة وتجملها، وفي لبسهما تشبه من الرجال بالنساء، يبقى ما ينفعش لا يلبس انسيال ولا يلبس سلسلة. الإسلام وهو بيبيح للمرأة الحلي وتعلب الذهب والحبيب وكذا، فإنه يشير إلى ضرورة الاعتدال فيهما، عدم الإسراف والتبذير. طيب خلينا بقى يعني ندخل في أفضل اللباس، ولما نقولك أفضل اللباس تعرف أنت بقى الجهة التانية، عشان ما نعكرش المجلس وأسماعكم بحاجات مؤلمة مؤذية. شغل الشيطان واضح فيه. أفضل اللباس في الصحيحين عن أنس أنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحبرة. الحبرة دي اللي هي المعلمة المخططة، قالوا ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. ودي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس السادة والمألم، وكان بيلبس الأبيض والألوان بس بما يناسب صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أفهم من كده إن البياض ده لبس الرجالة، يبقى أبعد ما تكون المرأة عن لبس البياض والفواتح، فإنها خير ثيابكم. وهذا الحديث متنازع بين أهل العلم في صحته، ولكن الصحيح إن شاء الله إنه صحيح بمجموع طرقه، يعني هو حديث حسن إن شاء الله، بل يصعد بطرقه إلى درجة الصحة. يبقى الحبرة اللي هي قطن أو كتان وفي خطوط ما يجاش حاجة، والبياض خاص بالرجالة، والموت. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له أكمام وجيوب، اللي احنا بنسميها عندنا الجلابية دي على الجسم كله، مش القميص اللي احنا بنلبسه فوق البنطلون اللي هم بيسموه في الخليج التوب ده القميص. قالوا اللي هو يلبس وينتزع من الراس، تلبسه كده من الراس وتخلعه كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه لاشياء، منها سهوله اللبس، في ثانيه واحده تلاقيك ايه حطيت جلابيه ونزحتها ومشيت، انما لو هتلبس قميص وبنطلون هتاخد وقت اكتر. يبقى سهوله اللبس وخفته على الجسم، مش حاجه ماسكه هنا وحاجه من فوق وحاجه لا،
وسهولته وخفته على الجسم وإحكامه لستر العورة. لابس فانيلا، لابس قميص، جه يركع، جه يسجد، جه يلف، جه يطلع، جه يشمر، يرفع نفسه كده، جسمه بان. لكن لو لابس جلابيه ورفع نفسه قوي كده مستور، ركع سجد مستور، يا رب استرنا يا رب. يبقى خليك مع الجلابيه، جميله وحلوه وسهله. موضع الإزار للرجال والنساء، كلام خطير جدا بقى. الإزار هو ما يلبس مما يلي الجسد على وسط الجسم. شوف احنا في الإحرام كده، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة والإحرام في رمضان وفي أيام الحج، اللهم آمين. بنلبس حتتين قماش، واحدة تحت وجزء فوق على الكتفين. اللي تحت ده يسمى إزار، ده لباس العرب، وكانوا يعرفوا البناطيل برضه، كان عندهم السروال، وكان عندهم ايه؟ الإزار، يتلف كده على الجسم. ده بقى بمزاجك؟ لا والله ما بمزاجك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم، المسلم، اسمع الكلام بقى، بدل انت مسلم اسمع الكلام، إزرة المسلم إلى نصف الساق. نصف الساق يعني شوف من الركبة لغاية الكعب النص دي، من ما تبقاش أعلى من النص، لا البداية تبدأ من نصف الساق، يبدأ ما يبقاش أعلى من كده. ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني تبدأ من النص كده وتنزل تقف عند الكعبين. والكعب يا جماعة مش اللي هو آخر القدم دي، آخر القدم دي اسمه العقب، ولكن الكعب كما ما بمعنى العظمتان الناتئتان أعلى القدم، دي اسمهم إيه؟ الكعب. يبقى من عندك من النص تقعد لغاية وتقف آخرك. ما كان، بقيت الحديث، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. طب لو جرجر زود على الأرض، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. كلام خطير قوي يا جماعة. يبقى ما ينفعش ترفعه. أمال الناس اللي ماشية بالشورت دي إيه؟ ماشي بالشورت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عور، ويمشي كده قدام الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى دي تغطي جسمك، وممكن عايز ترفع أقصاها نصف الساق، عايز تطول وقف عند الكعبين، لو زادت الجزء ده في النار. يعني انت مش خايف بقى؟ ده هو أهون النار، أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت إخمصيه. شفت لما مؤاخذة كده الحتة اللي بتبقى في بطن رجلي دي، يتحط كده حصواية يغلي منهما دماغه، ربنا صبعين كده يتحط كده حصواية، حصواية يغلي منها الدماغ. فلك بقى لو 3 4 سم 5 سم واقف في جهنم. طب هيجرجر وشايف نفسه؟ هذا لا ينظر الله إليه، ده أحقر من أن يحترم. شفت لما واحد كده جاي لك وانت عاطله كده، ده مش معبرني. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خلاص. فأم سلمة قالت: يا رسول الله، فكيف يصنعن النساء بذيولهن، فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. من عند الكعب دي تزود شبر. تخيل تيبية النبي، زوجتي النبي ماذا تقول؟ قالت: يا رسول الله، اذا تنكشف اقدامهن. ما هي الواحده وهي ماشيه كده هترفع رجله كده، فهي بترفع كده عشان تاخد الخطوه، مع الحركه دي ممكن رجلها تبان، ممكن رجلها تبان، ممكن رجلها تبان.
والباقي متغطي مش عاجبها. فقال يبخينه ذراعا ولا يزدنا عليه. واحنا صغيرين كنا نشوف الاخوات كده ماشي. كان الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول النقاب ده تبرج، تبرج. فكان يجي تلبس وتيجي على رمضان عندي تحط حاجة سموها بيشة، حاجة خفيفة كده عشان تشوف الطريق ما حدش يشوفها. وكان في نوعية تانية من النساء اللي تحت دي ترفعها قوي واللي فوق دي تنزلها قوي. أنا شايف الطريق كده بس ما حدش شايفني، ده من فوق ومن تحت. فكنا نشوف الأخت كده ماشية تجرجر كده، يقول لك ده ماشية تكنس الشارع ونضحك عليه، والراجل اللي هلك ده اللي يقول لك ده لابسه خيمة. والله قمة الشرف. يكفي إن العصاة والمذنبين لما يقفوا يشوفوها يحترموا نفسهم. احترم نفسك. شفتهم والله وهم واقفين يعكسهم لما بتمر أخت زي دي يتشكلوا مع اللي يبص لها ولا يتكلم عليها، هو واقف يعاكس بس بيعاكس السقطة اللي زيه. أما اللي ناجحة عند ربنا يقول له لا اوعى احترم نفسك، احترم نفسك. طب عقوبة الإسبال، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. الثوب بتاعك يا أيها الرجل لو طال ده في النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، اسمع الحديث ده، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في ناس ممكن ما سمعتش أمعدها النبي، في ناس مش واخدة بالها أمعدها ثلاث مرات. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، الرجل اللي ثوب على الأرض، والمنان يعمل خير ويمن، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يبيع البيع بالكذب. والحديث الأخير الإسبال في الإيزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ليه؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ ليه تجيب حاجة؟ قالوا لا يكلمهم بكلام الرحمة يكلمهم بكلام العذاب، لا ينظر إليهم نظر الرحمة ينظر لهم نظرة السخط والعقوبة والعذاب، لا يزكيهم يفضل ذنوبهم يتعبوا ذنوب على الذنوب اللي فيهم، ويقول لهم خبوا وخسروا كمان. شفت المصايب دي؟ شفت المصايب دي؟ ربنا يبعدها عنا ويبعدنا عنها ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ونقف عند هذه الجزئية ومنها نكمل بإذن الله. صلى الله أن يديم الخير ويكفينا كل شر ويبعد عنا كل أذى ويديم علينا الأمن والأمان والسلم والإسلام والأمن والإيمان، هو لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.